هل سمعتم كلمة واحدة في هذا الحوار؟ تلك الأم وابنتها تواصلتا بلغة خاصة، لغة بلا مفردات أو جمل أو عبارات، إنها لغة الصفير. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. هنا قرية كوسوكوي، إحدى القرى النائية شمال تركيا. يعمل سكانها في الجبال الوعرة والبعيدة عن القرية، فما كان من الأهالي إلا أن طوروا لغة خاصة للتواصل فيما بينهم. صافرات موزونة تشبه زقزقة العصافير، لكل مقطع منها غاية ومعنى. طورها أهالي كوسوكوي كلغة للتواصل منذ أكثر من 400 عام، وصاغوا منها حوارات طويلة ومعقدة من خلال الصفير فقط. يطلقون عليها اسم لغة العصافير، ويصل صداها لمسافة كيلومتر واحد تقريباً، وإذا كانت المسافة أطول يعمل الجيران على تمرير الرسالة حتى تصل إلى صاحبها. لغة العصافير دخلت خلال السنوات الأخيرة في عالم النسيان، والإلمام بها أصبح مقتصراً على الأجداد تقريباً بسبب هجرة شباب القرية واستخدامهم لوسائل التواصل الحديثة. لذا تنظم مهرجانات سنوية لتعزيز اللغة وتشجيع الشباب والصغار على تعلمها. يوجد في العالم نحو 7000 لغة، أكثرها انتشاراً لغة الماندرين الصينية، ويتكلم بها أكثر من 1.2 مليار شخص. وتأتي اللغة الإسبانية في المرتبة الثانية، ويتكلم بها نحو 400 مليار شخص، ثم الإنجليزية التي يتكلم بها أكثر من 300 مليار شخص. فيما تشير تقديرات اليونسكو إلى أن نحو نصف لغات العالم ستنقرض مع نهاية القرن الحالي. من تلك اللغات المهددة بالانقراض لغة سيلبو غوميرو، وهي لغة تعتمد على الصفير كما هو الحال في قرية كوسوكي. يستخدمها سكان جزيرة لاغوميرا التابعة لجزر الكناري لتسهيل التواصل عبر وديان الجزيرة العميقة. تعتمد لغة سيلبو غوميرو على استبدال كل حرف بصوت صفير، ويمكن تمييز الحروف حسب درجة الصفير وما إذا كان متقطعاً أم مستمراً، كما أنها تدرس حتى اليوم في مدارس جزر الكناري. وسائل التواصل الحديثة شكلت تحدياً كبيراً يهدد لغات الصفير بالاندثار، لذا تعمل منظمة اليونسكو على الترويج لها باعتبارها إرثاً ثقافياً عالمياً. هل سمعتم بلغات أخرى غريبة؟ شاركونا آراءكم.